الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع إن شاء الله ما يسمى بتحليل الكلفة والفائدة، Cost Benefit Analysis. هذا الموضوع مهم جدا في المالية العامة وفي تنفيذ المشاريع، وعلى بركة الله نبدأ. أبدأ بالمقولة التقليدية في علم الاقتصاد، اللي هي تفترض نظرية الاقتصاد الجزئي بأن الإنسان الاقتصادي هومو إيكونوميكوس، هو عقلاني. بمعنى آخر، الإنسان يفكر بالاقتصاد كثيرا، وهو يعني الاقتصاد همه الشاغل دائما، مأكله ومشربه ومعيشته ومسكنه وهكذا. فهذا الإنسان الاقتصادي أو هومو إيكونوميكوس عقلاني بطبيعته، وأنه يسعى إلى تعظيم المنفعة المستمدة من السلع التي يستهلكها، وأن آلية السوق الكفؤة تؤدي بالضرورة إلى التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية. هذه يعني جملة مهمة جدا، آلية السوق الكفؤة تؤدي بالضرورة إلى التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية. التوازن الذي يتحقق في سوق سلعة ما هو نتاج طبيعي للتفاعل الحر بين قوى الطلب والعرض في سوق المنافسة التامة. هذا الآن الشكل التوضيحي، هنا الكميات المطلوبة والمعروضة من سلعة ما على المحور الأفقي، سعر أو أسعار قائمة أسعار هذه السلعة، وبالتالي التقاء الكميات المطلوبة مع الكميات المعروضة عند نقطة التوازن. هذه النقطة تفضي إلى حدوث نقطة التوازن، الكمية هذه Q star و P star. معنى آخر بأن هذه الكمية هي أقصى كمية يستطيع البائعون يعني بيعها مقابل هذا السعر، ويستطيع المشترون الحصول عليها مقابل هذا السعر، وبالتالي تنظف السوق من فوائض أو من العجز. لذلك فإن السوق يعمل على تخصيص الموارد حسب هذه الآلية، ما يسمى Resource Allocation، بالطريقة الكفوة. وعادة ما يعبر الاقتصاديون عن هذه الحالة بمصطلح الكفاءة التوزيعية أو النجاعة التوزيعية أو الكفاءة التخصيصية أو النجاعة التخصيصية، Allocative Efficiency. بمعنى آخر، استطاع السوق أن يخصص الموارد المناسبة حسب يعني حاجة المستهلك ورغبته وحاجة المنتج ورغبته. نتابع. يواجه السوق في بعض الأحيان مخاطر الفشل، ما يسمى market failure، وبخاصة إذا تعلق الأمر بسلعة عامة أو مورد عام. ينتج عن هذه الحالة ما يسمى كما ذكرت فشل السوق، market failure. وقد يستدعي هذا الفشل تدخل الحكومة كي تصحح مساره وتقلل من الآثار الضارة للفشل. فشل السوق في هذه الحالة يعني عدم تمكن السوق الخاصة private market، اللي هو التفاعل بين قوى الطلب والعرض العادية، عدم تمكن هذا السوق من تزويد المستهلكين بنوع معين من السلع بسبب عجزه عن تحصيل سعرها بكلفة معقولة، أو بسبب كلفتها الحدية العالية marginal، يعني very high marginal cost. ونتيجة لعجز السوق في هذا المجال تنشأ مشاكل مثل إمكانية الاستبعاد. المقصود فيها هنا أنه يستطيع أحد أن يستبعد الآخرين من استهلاك هذه السلعة، والمزاحمة، أي مثلا بتزاحموا على سلعة معينة إذا فشل السوق. لا، وعلى وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بسلعة عامة، لاحظوا الآن سلعة عامة يمكن استبعاد بعض الناس ويمكن مزاحمة عليها، مثل أحواض المياه المشتركة أو الهواء الذي نستنشقه. إذا واحد تنفس كمية أكسجين سبحان الله في منطقة غير ملوثة، معناته ذلك يعني يختلف عن الذي يسكن في منطقة ملوثة. والآن هنا الطرق العامة إذا زاد عدد مستخدمينها فيؤثر بالحالة هاي على يعني يؤدي إلى مشكلة مزاحمة، وتحدث مشكلة هناك في التمويل العام. على سبيل المثال هنا عن هذه ما يسمى إمكانية الاستبعاد والمزاحمة، لا يعرف الأشخاص الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في الذهاب إلى أماكن عمل عن مدى التلوث الذي يسببه والأضرار التي تلحق بصحة الآخرين، ولا يدركون كلفة تطبيب أو حماية الناس من مخاطر التلوث. لا أحد، يعني الآن كل واحد يأخذ مركبته ويذهب من بيته إلى مكان عمله، هذا التلوث من الأدخنة والأبخرة وثاني أكسيد أو أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون
تؤدي إلى إلحاق الضرر بصحة الآخرين، لكن هذا لا يعلم، ولا يعلم المزارع عن مدى الأضرار التي يلحقها بالمياه الجوفية عندما يستخدم أسمدة كيماوية في زراعة الأشجار والنباتات، ولا يدرك الكلفة الاجتماعية لتلوث مصادر المياه الجوفية، ولا تعلم الحكومة على وجه الدقة عن الأضرار الأثر الضار، الأضرار التي تلحق، يعني الأثر الضار الذي يلحق بالمواطن عندما تقرر سياسة من شكل ما. لابد أن تؤثر قرارات الحكومة مهما كانت برفاء عامة الناس وخاصتهم، من أجل أن نتمكن من تحليل الأثر الذي يتحمله المجتمع ومساعدة صاحب القرار على اتخاذ المسار المناسب حول تخصيص موارد المجتمع. لابد من التسلح بمنهجية علمية نستطيع من خلالها حساب الكلفة التي يتحملها المجتمع من مسار ما، مسار قرار معين، مشروع معين نسميه مسار ما، يعني سيناريو أو باث أو حدث أو مشروع ما، مقابل مسار آخر، وحساب الفوائد التي يجنيها المجتمع من هذا المسار أو ذاك، وكيف نحسب صافي الفوائد. منهجية تحليل الكلفة والفائدة، نشأت منهجية تحليل الكلفة والفائدة في حقل التمويل العام، أو مسمى باللغة العربية بسموها المالية العامة، أما هي التمويل العام الترجمة الحقيقية لها Public Finance، لمساعدة صاحب القرار في تخصيص موارد المجتمع بالطريقة السليمة وعلى النحو الذي يعظم الفائدة المجنية من عملية التخصيص. استندت منهجية تحليل الكلفة والفائدة على ما يسميه الاقتصاديون معيار كالدور هيكس، كالدور هيكس كرايتيريون، والذي ينص على ما يلي. الآن هذا ينص: يجب قبول أي قاعدة، أي قرار أو مشروع يؤدي إلى تحقيق فوائد كافية لصالح الرابح وتعويض الخاسر. يعني إذا الآن هناك ثمة مشروع يؤدي إلى تحقيق فوائد كافية لصالح الذي يربح منه، على أن نعوض الخاسر من هذا المشروع. فهذه قاعدة أو معيار كالدور هيكس. قد يكون حدث التخصيص، يعني الآن نتحدث عن المشروع، حدث تخصيص مشروع ما، حدث تخصيص الموارد، خصصنا أرض، عمالة، رأس مال، قدرات تنظيمية، شو ما كان هذا، قد يكون مشروع ما أو قانون، ربما الآن قانون ما أو سياسة عامة public policy معينة أو قرار من شكل ما، أو أي شيء ملموس أو غير ملموس له أثر إيجابي أو سلبي على أفراد المجتمع. وعلى سبيل المثال، قد تفكر الحكومة بزيادة معدل الضريبة المفروض على الدخل أو على بيع سلعة ما، فيغدو من الضروري تحليل الزيادة المقترحة من حيث أثرها على الإنتاج والاستهلاك ورفاه الأفراد، المتمثل بفائض المستهلك من جانب الطلب وفائض المنتج من جانب العرض. أو قد تفكر حكومة بسن قانون ما، فيكون من الضروري تحليل التبعات التي يتحملها المجتمع من تنفيذ القانون المقترح وتحديد الفائدة المرجوة منه. وفي جميع الأحوال قد يشمل التحليل أبعادا لا تتعلق بالحدث بشكل مباشر، كأن نقول الآثار البيئية. ومن عادة المختصين الذين يقومون بمثل هذا التحليل أن يضعوا قائمة منتظمة تحتوي كل كلفة وفائدة متوقعة من الحدث تحت المسار. وأذكر الحدث هنا قد يكون قرار، قد يكون مشروع، قد يكون يعني سياسة معينة. هذا الآن تمثيل هيك توضيحي أنه بنحلل إحنا الفوائد والمنافع. على الأقل، على الأقل يجب أن تكون أي مشروع الفوائد تساوي الكلف أو أكثر منها، أما أن تكون الكلف أعلى من الفوائد هذا غير مقبول عادة بالتحليل. نكمل: لابد من التمييز بين الكلفة الخاصة private cost التي يتحملها الفرد، أنا وأنت وفلان وعلنتان هذه، والكلفة الاجتماعية التي هي social cost التي يتحملها المجتمع بشكل عام، كافة أفراد المجتمع. هذا من جهة، وبين المنفعة الخاصة utility المستمدة من استهلاك السلع والفائدة الاجتماعية. الآن لاحظوا، هذه منفعة خاصة مقابل فائدة اجتماعية، وهنا كلفة خاصة مقابل كلفة اجتماعية، التي طبعا هنا السوشيال بنفيتس اللي هي الفائدة الاجتماعية التي يجنيها المجتمع ككل من استهلاكه للسلعة العامة من جهة أخرى. وعادة ما يتم حساب الكلفة الاجتماعية والفائدة الاجتماعية للحدث، ثم حساب صافي الفائدة الاجتماعية أو ما يسمى net social benefits NSP الناتجة عن طرح الكلفة من الفائدة. أي أن الآن net social benefit هذه تساوي social benefits، يعني هنا صافي الفائدة الاجتماعية تساوي الفائدة الاجتماعية مطروح منها الكلفة الاجتماعية. نتابع: صنف الاقتصاديون طرق تحليل وحساب الكلفة والفائدة تحت أربعة عناوين رئيسة.
أوكي. أول وحدة التحليل القبلي إكس أنتي أناليسيس، فيها حساب مجموع الكلف، وأنا طبعا نحلل قبليا في حساب مجموع الكلف والفوائد المتوقعة من الشيء أو الفكرة المنوي تنفيذه أو المشروع، ويقصد بذلك تلمس الكلف التي قد تترتب على الشيء والفوائد التي قد تجنى منه قبل حدوثه، أي قبل الشروع بتنفيذه، ثم حساب صافي الفرق بين الكلف والفوائد المتوقعة. هاي أول نوع من أنواع يعني طرق التحليل، التحليل القبلي إكس أنتي أناليسيس. ثانيا التحليل البعدي إكس بوست أناليسيس. إكس بوست أناليسيس هنا يقصد بذلك حساب الكلف التي ترتبت، هنا قد تترتب قبل، أما هنا ترتبت فعلا على الحدث بعد وقوعه تنفيذه، والفوائد التي جنيت منه، ثم حساب صافي الفرق بين الكلف المدفوعة والفوائد المجنية. ثلاثة ما يسمى تحليل خلال الحدث إن ميديا ستريس. هذا إن ميديا ستريس أو تحليل خلال الحدث، خلال التنفيذ، خلال تنفيذ المشروع أو تنفيذ السياسة أو القرار، يقصد بذلك حساب الكلف التي تترتب على الحدث أولا بأول، والفوائد التي تتحقق من حدوث أولا بأول، ثم حساب الفرق بينها، وأخيرا تحليل مقارن comparative analysis، تحليل مقارن، ويقصد بذلك القيام بتحليل قبلي وبعدي أو تحليل خلال الحدث ومقارنة أحدها بالآخر. نتابع. هذا الآن طرق التحليل، الكلفة والفائدة، التحليل القبلي اللي هي إكس أنتي، هنا إكس بوست، هنا تحليل خلال الحدث الميديا ستريس، وهنا كومباراتيف اللي هو التحليل المقارن. يساعد التحليل القبلي في تسريع اتخاذ القرار المناسب للسير في تنفيذ أو عدم تنفيذ فكرة الشيء المنوي تنفيذه، ويساعد التحليل البعدي من أجل معرفة السلبيات والإيجابيات ومدى الفوائد التي جنيت ومقارنتها بالكلف للاستفادة منها حول أفكار مستقبلية. أما التحليل خلال فترة التنفيذ، تنفيذ الفكرة اللي هو الحدث، فيساعد في اتخاذ القرار المناسب حول الاستمرار في تنفيذ الحدث أو التوقف عنه لتوفير المال والجهد أو إعادة تخصيص الموارد لأفكار أخرى. وأخيرا يساعد التحليل المقارن في اتخاذ القرار المناسب حول أحداث ممكنة في المستقبل. يشهد المحلل عند إجراء التحليل القبلي في جمع وتحليل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالحدث الممكن مهما كان نوعها، وإجراء التحليل والحسابات بحذر شديد ودراية عالية حتى يتمكن من الوصول إلى القرار أو التوصية المناسبة قبل الشروع بالتنفيذ أو التوصية بذلك. ولا بد من إيلاء موضوع اللا يقين، هنا اللا يقين uncertainty، يعني أشياء مش معروفة لسنا متيقنين منها، هذا يجب إيلاء هذا الموضوع يعني المتعلق بالفكرة اهتماما كبيرا. وعلى المحلل تحديد المستفيدين والمتضررين، معرفتهم يعني، أو على الأقل معرفة من الفئات الاجتماعية التي تستفيد والمتضررين منهم المحتملين من الفكرة، وحساب المخاطر، الريسك دائما أي مشروع له مخاطر. من الضروري عند إجراء التحليل البعدي أن يدرك المحلل بأن الموارد التي تم تخصيصها قد تستخدم من غير الرجعة، هذا مهم جدا، وتصبح تكاليف غارقة أو ما يسمى sunk cost، غير قابل للاسترداد بالمعنى التقليدي. الآن عندما نخلط رمل بإسمنت وأصبح الآن إسمنت مسلح مثلا، وبنينا سد على المثال، إذا هدمنا السد الآن لا نستطيع الاستفادة من الإسمنت الذي استخدمناه على سبيل المثال. من الضروري عند إجراء التحليل خلال الحدث أن يتوخى المحلل الدقة المتناهية في تشخيص ما تم إنجازه من فكرة الحدث حتى يتمكن من تقديم التوصية المناسبة بالاستمرار بالتنفيذ أو التوقف عن فكرة برمتها، فقد يكتشف بأن الفكرة كانت من أساسها غير مناسبة حتى ولو تم تنفيذ جزء غير من الفكرة وغير قريب من الفكرة. ضرورة توخي الحذر والدقة في كل الأحوال، وفي حالة التحليل المقارن لابد من جمع المعلومات والبيانات الضرورية والدقيقة ومقارنتها بالموضوعية عالية. هناك 9 خطوات رئيسة لابد لمحلل الكلفة والفائدة أن يلتزم بها بشكل تام من أجل الوصول إلى القرار أو التوصية المناسبة. أول واحدة تحليل البدائل، يعني إذا قررنا الآن تخصيص موارد لمشروع معين، فهل هذه الموارد يمكن استخدامها في مشاريع أخرى؟ أو ما هي البدائل التي يمكن استخدام الموارد؟ فعندي بدائل، عندي سد، محطة وقود،
محطة إنتاج طاقة، جامعة، مستشفى وهكذا. الآن تحديد الكلف والفوائد مهم جدا. طبعا من غير هذه الخطوات لا يمكن أن نحقق ما يسمى الكوست بنفيت أناليسيس أو تحليل الكلفة والفائدة. رقم 3 تحديد الآثار الممكنة. رقم 4 تحويل الكلف والفوائد إلى كميات قابلة للقياس. 5 استعمال وحدات النقد في حساب الكلفة والفائدة. 6 حساب القيمة الصافي الحالي اللي هي Present Discounted Value للكلفة والفائدة والفائدة يعني والكمية. طبعا هنا حساب القيمة الصافية الحالية لكل مشروع. 8 القيام بتحليل حساسية كل مشروع. وأخيرا التوصيل النهائي. إذن الآن تحليل البدائل، ما هي البدائل التي يمكن استخدام الموارد حتى ننتجها؟ جامعة، مستشفى، طريق عام، سد. تحليل الكلف والفوائد، تحديد الآثار الممكن، لأن لأي مشروع هناك آثار بتكون موجبة أو إيجابية أو سالبة فيجب أن نحللها. تحويل الكلف، الآن في عندي كلف غير منظورة غير نقدية يجب أن نحولها إلى كميات قابل القياس، والفوائد كذلك. استعمال وحدات النقد في حساب الكلفة والفائدة، حساب القيمة الصافية الحالية للكلفة والفائدة الكمية. الآن كم بي أوكي للكلفة كمية والفائدة الكمية. حساب القيمة الصافية الحالية لكل مشروع. القيام بالتحليل حساسية ما يسمى sensitivity analysis مهم جدا، إن شاء الله أخصص لها يعني مقطع لاحق بإذن الله. وأخيرا التوصية النهائية. الشريحة الأخيرة الآن مثال. هذا المثال وهو آخر شريحة، عندي مشروع معين يعني ينتج عنه تدفق نقدي أو عينه مهما كان خلال 5 سنوات، طبعا صفر هنا السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. هاي الفوائد الآن السنة الأولى صفر، هنا 200 250 312.5 390.63 488.28. الكلفة الآن موزعة على جزئين والمجموع. ثم هناك ما يسمى الكلفة الابتدائية، الدفعة واحدة up front سميناها، هنا cost، هنا up front اللي هي 75.2 اللي لازم تكون مستمرة خلال مدة المشروع، ربما كلف يعني الله أعلم ما هي. الآن السنة الأولى صفر لكن 29 على كل سنة، ربما الصيانة يعني كلفة الصيانة لهذا المشروع. إذن التوتال السنة صفر الأولى 75.2 بعدين 29 لكل سنة. الآن حسبنا صافي التدفقات، هاي الآن سالبة 75.2 هاي سالبة أوكي، أما هاي كلها قيم موجب 171 بالسنة الأولى، 221 بالسنة الثانية، 283.5 بالسنة الثالثة، 361.63 بالسنة الرابعة، 459.28 بالسنة الخامسة. إذا استخدمنا معدل خصم 11%، والآن معامل خصم، في عندك معامل خصم الآن تخصم كل المبلغ بمقدار، لذلك هنا 100% الخصم، وبالتالي هو عبارة عن خسارة. هاي السنة الأولى مقدارها 75.2 اللي هي الكلفة. الآن التدفق هذا إذا ضربناه ب 89% اللي هو معامل خصم، فبكون الصافي 152.19. هذا الآن إذا خصمناه بمقدار 78% وهو أقل من هذا الرقم بيعطيني 172.28. هذه القيمة خصمناها بمقدار 67، ويعني ضربناها بمقدار 67 الآن بكون قيمتها 189.95 وهكذا ننتهي. طبعا هاي ضربناها، هاي القيمة ضربناها ب 56 أعطتنا هذه القيمة، وهذه القيمة ضربناها ب 45 أعطتنا هذه القيمة. مجموع صافي التدفقات 448.51. وجدنا من خلال التحليل البسيط بأن معدل العائد الداخلي internal rate of return يساوي 213%، بمعنى آخر بأن هذا المشروع رابح بلا منازع وبلا تردد. أرجو مراجعة هذه الأرقام، هنا هاي benefit cost up front ongoing total cost net cash flow discount rate discount factor discounted net cash flow net present value IRR اللي هو internal rate of return. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدم الفائدة المرجوة لكم جميعا أحبتي جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.